بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هناك الكثير من السنن المهجورة للأسف اليوم. كثير من الناس نسي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، هذا النبي الكريم ينبغي أن نقترب منه أكثر، ينبغي أن نتعرف كيف كان يعيش. لم يكن ينطق كلمة واحدة عبثا، لم يكن لينطق بكلمة واحدة هكذا عشوائيا أو عبثا، لا، كان لديه صلى الله عليه وسلم بعد نظر، لديه تصور للكون، تصور للحياة الدنيا والآخرة وما بعد الموت. لذلك كان سلوك هذا النبي هو بالفعل السلوك الذي يرضي الله، وهو السلوك الذي كان يعني يضمن له وللمؤمنين من بعده الحياة الطيبة الهادئة المستقرة السعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد الدخول إلى الخلاء أو إلى دورة المياه ليقضي حاجته، ماذا يقول؟ طبعا هناك دعاء عند الدخول ودعاء عند الخروج، كل مؤمن ينبغي أن يحفظ ذلك. اليوم كثر ما يسمى بالوسواس القهري أيها الأحبة، سبب هذا الوسواس البعد عن القرآن وعن السنة المطهرة. بعدك عن تعاليم الله عز وجل، عن آيات القرآن وتعاليم هذا الخالق العظيم الذي خلقك ويعلم ما في نفسك، ابتعادك عن هذه التعاليم وابتعادك عن كلام النبي وسنة النبي وأقوال النبي وأوامر هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يجعلك فريسة سهلة بين يدي الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذن أيها الأحبة، إذا أردت أن تتخلص من استحواذ الشيطان عليك، ما عليك إلا أن تطبق كلام الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. النبي عندما يريد أن يدخل إلى الخلاء أو إلى دورة المياه كان يعلم أن هناك شياطين، هناك جن كافر، هناك يعني مخلوقات لا نراها والعلم لا يعترف بها للأسف، ولكنها موجودة وتترعرع وتعيش وتكثر في مثل هذه الأماكن النجسة، لأن هذه المخلوقات أصلا هي مخلوقات عاقبتها النار والعياذ بالله. الله تعالى قال: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، مخاطبا إبليس بهذه الآية. المهم أيها الأحبة، الدعاء الذي ينبغي أن نتعلمه حقيقة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث أو الخبث هو الشيطان لأنه خبيث، والخبائث هي أنثى الشيطان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يدخل ليقضي حاجته يعلم أن هذا مكان نجاسة، فلا بد أن تأخذ إجراء، أن تقول كلام، لا أن تدخل وتخرج هكذا، لأن هناك مخلوقات ينبغي أن تراعي وجودها من حولك. وأسهل طريقة لتنسى مثل هذه المخلوقات وتتخلص من شرها وسحرها وأثرها ووساوسها أن تتبع منهج النبي، تطبق كل ما جاء به وتريح نفسك. طيب، بعد أن قضى حاجته يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ أيضا هناك دعاء أيها الأحبة ينبغي أن نتذكره، نحفظه ونكرره عدة مرات، سيحفظ معنا أوتوماتيكيا لأن هذا العمل يومي مستمر. كان يتذكر عليه الصلاة والسلام أن هذا البول أو هذا البراز أو هذا الشيء الذي أذهبه الله عنه أنه شيء مضر وقاتل لو بقي في الجسم، وهو أذى يؤذي الجسم. يعني تصوروا أن إنسان مثلا لا يستطيع إخراج البول، فإن هذا البول يمكن أن ينضغط وينفجر في داخل هذا الإنسان ويلوث الدم ويمكن أن يؤدي إلى الموت. لذلك قال، كان النبي يقول عندما يخرج، يقول ماذا عندما يخرج من دورة المياه؟ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى.
صلى الله عليه وسلم، انظروا بعد النظر لدى هذا النبي الكريم، لا يدخل ويخرج هكذا، هو يتذكر نعمة عظيمة من نعم الخالق عز وجل. في كل ثانية يتذكر نعمة من نعم الخالق. فبعد أن يخرج من المرحاض أو دورة المياه، أو بعد أن يقضي حاجته، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأبقى لي ما ينفعني. ثلاث مراحل: أذهب عني الأذى، الحمد لله، وعافاني، الحمد لله أنك خرجت معافى. ولماذا معافى أيها الأحبة؟ لأن هناك كثير من الأمراض سببها مشاكل في الجهاز الخاص بهذا البول وهذا البراز، وأن هناك بكتيريا ومشاكل كثيرة، وبخاصة كبار السن. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأبقى لي ما ينفعني. إذن هذا الدعاء ينبغي أن نحفظه ونردده، لا ننساه أيها الأحبة. في الدخول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي الخروج: الحمد لله الذي عافاني، الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأبقى لما ينفعني. نسأله عز وجل أن يهدينا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا على تطبيق سنته المطهرة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.